والله يا اخي الكهرباء بسامرة حيل تعبانه، يعني شنو تجي كل 12 ساعه 15 ساعه تجي ساعتين، ساعه الصبح وساعه العصر، يعني لو مو المولدات العالم الا في حظها، يعني ما ادري شلون وياها، وانت تعرف ابو المولد شلونه هاي درجه الحراره، يعني خاصه احنا هاي كل سنه نعاني نفس المعاناه بالصيف، هاي الـ 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 الاشهر الثلاثه بنص الصيف درجه الحراره انتم تعرفوها بكل العراق ترتفع درجة حرارة مو طبيعية، وبالصيف يعني المفروض أن تتوفر الكهرباء بعد أزود، يعني الشتاء مو مشكلة يعني تطفي الكهرباء يروح يحط يشعل أصابع يقعد يتدفى مشكلة، بس بالصيف الجو حار والتقطعات أكثر من ما شاءت العالم متوقعة، يعني شنو أول البارحة والبارحة تجهيز الكهرباء من المغرب أبو المولد مشغل للخمسة الصبح، يلا جت نص ساعة بالوحدة باللي جت نص ساعة تقريبا بالعشرة هم جت لها ساعة، زين هذا أبو البيت إذا يريد يسحب له فتقول ثلاثة أمبيرات أربع أمبيرات يشغل له مبردة أو مبردتين، لا راح يقدر يشغل ثلاجة أو مجمدة. إنتاج كله ما كان زين، كان إنتاج كانت الكهرباء زينة، مع ذلك المواطن يراد من عنده أن يرشد شوية من الكهرباء، الجلوب الواحد يسوي فرق، 100,000 بيت يعني 1,000 جلوب طفن، هو هذا الشيء اللي لازم يعني التعاون يصير بين أبو الكهرباء وبين المواطن بشكل أساسي، والله الكهرباء يعني مو سوى، قلت لك حسب الإنتاج. عنده يعني طلاع ويشتغل وأدى ما عليه، لكن نريد نشوف شنو الأسباب، هل من سامرة من خارج سامرة منين، فهذا نريد لأن يعني الناس حيل والجو صعدت فيها الحرارة أكثر من 50 درجة مئوية أو أقل، فهذا نتمنى من استاذ قيلان والحكومة المحلية انه تراعي شعور المواطنين، والجو حار وهذا نتمناه من عندهم انه يوفرون اقل شيء ما يتمناه المواطن هو هذا. يعني حالها حال يعني وضع مثل 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 العراق، يعني ايش ترجى من عنده؟ يعني من 2003 لحد الان شنو اللي يتحسن بالعراق؟ امنيا سياسيا خدميا، يعني الكهرباء من سيء الى اسوء، كل سنه نقول يا الله نقول يا بكت هالسنه تحسن تحسن، لكنه الوضع ما بي اي جدوى، لله المشتكى، كهرباء سيئه جدا مع ارتفاع درجه الحراره، ويعني شنو السبب ما نعرف، شنو الغايه ما نعرف، يعني الوحيد العراق من ضمن من كل دول الجوار الحراره مالته مرتفعه، والكهرباء بي في هذه الذروه سيئه جدا، ما السبب؟ ما نقول انا لله وانا اليه راجع.